وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: من قدم اليد اليسرى قبل اليمنى في الوضوء؟ نقول الترتيب نوعان، ترتيب بين الأعضاء وترتيب في الأعضاء. أعيد، عندنا ترتيب بين الأعضاء وترتيب في الأعضاء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نرجع لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. قال أهل العلم: هذا الأمر يفيد الوجوب، فإذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، معناها أن لابد وجوب أنك تبدأ فاغسلوا الوجه، وبعدين باليدين إلى المرفقين، وبعدين بمسح الرأس، وبعدين بالرجلين إلى الكعبين. هذه أركان فرائض الوضوء. هذا بالنسبة للترتيب بين الأعضاء. الآن الترتيب في الأعضاء، يعني العضو الواحد. لما آتي الآن أنا في اليدين، عندي يد يمنى ويد يسرى. بعض أهل العلم جعل الترتيب واجبا، لكن الأظهر أن الترتيب سنة. فمن غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه وخالف السنة، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك، لكن إن فعله نسيانا أو جهلا لا مانع، فدل أنه لا بأس فيه. أما بالنسبة لمسح الرأس، مسح الرأس مرة واحدة كما جاء في حديث حمران عن عثمان في صفة الوضوء، في بقية الحديث يمسح الرأس مرة واحدة. مسح ربع الرأس أو مقدار 4 أصابع، هذا عند الأحناف ويجزئ. أما السنة الفعلية والقولية حديث المغيرة وحديث حمران وكذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه، ثم يرجع من المكان الذي بدأ فيه، يعني يضم السبابة اليمنى إلى السبابة اليسرى ويجعلها على الرأس من مقدمه إلى قفاه، ثم يرجع إلى مقدمه مرة أخرى. هذا هو السنة. لكن من مسح ربع رأسه أو من مسحه دون أن يرجع إلى قفاه مرة، أو من قفا لم يرجع إلى ناصيته من قفاه إلى المرة الأخرى، هذا ما في مانع، لا شيء في ذلك، ففعله صحيح. والرقبة لا علاقة لها في الوضوء. الحديث من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرجع من المكان الذي بدأ منه بكلتا اليدين. الرقبة ليست لها في الوضوء، دي من بدع الوضوء ومن أخطاء الوضوء، الناس اللي يمسحون إيش رقابهم. هذا بالنسبة للكلام الذي تفضلتم فيه، وأضيف لكم فائدة أخرى جميلة ربما يغفل عنها كثير من الناس، وهو أنه يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق، لما صح عند أبي داود وعند الإمام أحمد وصح الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غسل كفيه ثلاثا ووجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق، فدل أنه يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.